التشتت وفرط الحركة لدى البالغين أو الكبار، رح ناخذ تفاصيل أكثر، ما هو وما أسبابه، طرق علاجه، ورح نتكلم عن الوقاية، ورح ناخذ تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، سواء كان اضطراب أو حالة نفسية، رح ناخذ تفاصيل بإذن الله بشكل أكبر. لكن رحب بضيفنا عبر الهاتف دكتور أحمد الهادي، أستاذ مشارك واستشاري الطب والعلاج النفسي في كلية الطب بجامعة الملك سعود. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، حياكم الله وشكرا جزيلا على الدعوه الكريمه. الله يصبحك بالخير دكتور احمد. يعني اليوم موضوعنا ممكن مرتبط اكثر اذا فرط الحركه واضطراب الحركه دائما مع الاطفال او مع فئات محدده، خلينا نتكلم عنها بشكل عام دكتور احمد. صحيح، اغلب الاوقات لما نتكلم عن هذا الاضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه غالبا يجي على البال للاطفال، يمكن شوي المراهقين. لكن اليوم إن شاء الله بنتكلم عن موضوع آخر شوي، أو يعني فئة عمرية مختلفة اللي هي البالغين. الاضطراب هذا هو اضطراب نفسي يحدث يعني لدى أي الأشخاص، يعني أغلب الأشخاص، لكن عادة يبدأ في الطفولة، عمر تقريبا بين 6 إلى 12 سنة. في السابق كان يشترط أنه يشخص قبل عمر السادسة، الآن يعني في التحديث الأخير في الدليل التشخيصي صار لازم يشخص قبل 12 سنة. يعني هذه واحد من الشروط اللي لازم تكون موجودة للتشخيص، هو عبارة عن يعني مجموعة من الأعراض تتمثل في ثلاث، خلينا نقول، خانات أو ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى في صعوبة في الانتباه أو تشتت في الانتباه، والمجموعة الثانية يكون في عندهم أو الأعراض نفسها تكون عبارة عن زيادة حركة أو يعني فرط في الحركة، والأخير أو المجموعة الأخيرة هي الاندفاعية والسلوك الاندفاعي. طبعا هو يحدث عند الأطفال، يحدث عند المراهقين، وأيضا يحدث لدى البالغين أو الكبار. تقريبا نسبة الاضطراب هذا يعني لما يكون عند الأطفال تقريبا 50% يكمل لدى البالغين. فهي هذه الفكرة تقريبا، أنه ترى الأعراض ممكن تستمر وتصير حتى عند الناس اللي 18 سنة وفوق. جميل. طب دكتور أحمد، خلينا نتكلم يعني عن الملاحظة، مثلا ملاحظة الوالدين أو ملاحظة مثلا الناس المحيطة بالأشخاص اللي مصابين بالتشتت أو فرط الحركة، يعني تكون في بوادر ملاحظة مثلا تفرق عن الطبيعي، يكون في مثلا تنبيهات معينة يلاحظ مثلا الوالدين من البداية عشان يتفاداها لما يوصل سن معين؟ يعني ودنا ناخذ بالتفصيل كيف يلاحظون الناس المحيطين ويتعاملون مع هذا الاضطراب. صحيح، عادة يعني يصير الأمر واضح إذا بدأ يأثر على حياة الإنسان، بمعنى إذا كان هذا الأمر حدث يعني أو بدأ في الطفولة، ويعني تقريبا في الفئة العمرية اللي نتكلم فيها عن الابتدائي تقريبا من 6 إلى 12 سنة، عادة الأهل يلاحظون أن الطفل عنده أعراض معينة، بس إذا ما كان أثر على درجاته، أثر على تحصيله الدراسي، غالبا يعني ما يكون الموضوع واضح بالنسبة لهم. وهنا يجي دور يعني كثير من الناس يسأل، يقول طيب متى أنا أحتاج أروح؟ هل فعلا يعني الموضوع، شو المعايير اللي أنا أقول والله لازم أروح أشوف مختص أو لا؟ إحنا عادة دائما نربطها أنه هل في تأثير على حياة الإنسان، بمعنى أنا يعني في الجامعة مثلا ممكن يجينا طلاب يقول أنا عندي صعوبة في موضوع التركيز والانتباه. لما يجون عندنا يعني يحصلون الصعوبة هذه بشكل واضح جدا في الجامعة، لأن نظام الجامعة يختلف تماما عن نظام الدراسة مثلا في الثانوي ولا في الابتدائي ولا في المتوسط. الابتدائي والمتوسط عادة يكون فيه هيكل محدد، المنهج واضح، طريقة الدراسة واضحة، لكن في الجامعة طبعا المراجع مفتوحة، الطريقة يعني فيها استقلالية كبيرة وفيها حرية كبيرة، لذلك يعانون أكثر الناس اللي عندهم هذه المشكلة لما يجون للجامعات. وفعليا لما نسألهم وناخذ التاريخ المرضي أثناء الطفولة ويعني في الابتدائي والمتوسط الثانوي، نحصل فعلا الأعراض كانت موجودة، لكن بعضها ما كانت يعني شديدة لدرجة أنها أثرت على التحصيل الدراسي. ربما أنه لو انحلت ذاك الوقت كان التحصيل الدراسي كان أفضل. فالمعايير عادة عندنا أنه هل فعلا في تأثير على حياة الإنسان، إما الدراسية التحصيل الدراسي أو حتى الاجتماعية، يعني بعض المراهقين أو حتى البالغين بسبب الأعراض هذه للأسف بتأثر علاقاتهم الاجتماعية مع الآخرين، بمعنى تصير عندهم مشاكل،
تصير عندهم صعوبات، الناس الثانيين يزعلون منهم لأنهم قاعدين يسوون تصرفات يستغربونها. فهذا أيضا ممكن يكون مؤشر أن الواحد يعرف أنه هل فعلا في عندي مشكلة أو لا. جميل دكتور أحمد. طيب بعد اكتشاف مثلا وجود هذا النوع من الاضطراب عند الشخص، بعد التشخيص كيف يتم التعامل معه؟ وفي حال أنه مثلا تأخر، هل يكون في مضاعفات ممكن يتعرض لها الشخص المصاب بهذا النوع من الاضطراب؟ طبعا كل ما كان التشخيص مبكر والعلاج مبكر كل ما كان أفضل. هذا يخلي يعني النتائج على الشخص نفسه أقل، أيضا طريقة العلاج تصير أسهل عادة. فلما يجي الواحد في البدايات صراحة يكون أفضل بكثير وأسهل علينا من ناحية طريقة العلاج، طبعا تكون أفضل. فكل ما تأخر كل ما كان أسوأ للأسف. طيب دكتور، بالنسبة نتكلم عن يعني بعض الفروقات، يعني بعض الناس مثلا ما تفرق بين الأعراض المصاحبة للاضطرابات النفسية، تكون متشابهة أو يكون حتى في اختلاف المسميات. يعني نبغى نعرف إيش الفرق بين السرحان وبين التشتت، بين النشاط اللي ممكن نلاحظه من الشخص والطاقة، أو مثلا فرط الحركة. يعني بعض مثلا الأهالي ما يلاحظ هذه، مثلا يقول والله طفلي من البدايات، يعني نتكلم عن مرحلة الابتدائي مثل ما ذكرت بداية التشخيص، أنه مثلا يقولون والله طفلي ذكي للدرجة أنه نشيط جدا، وممكن يكون يعاني من فرط حركة، ممكن يكون هو يجلس في الصفوف الدراسية يكون سرحان، فهو يكون عنده مشكلة في التشتت، وهم يتوقعون أنه مثلا مشغول باله أو يعني يسرح بالشكل الطبيعي. ودنا نأخذ هذه الفروقات اللي ممكن فعلا تأثر على تشخيص الأسرة ومنه والمحيط حولك في أنهم يتوجهون للطبيب المختص. سؤال ممتاز جدا، لأنه فعلا مو أي مشكلة في التركيز أو الانتباه هي عبارة عن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. بمعنى يعني الأسباب الموجودة لوجود مشكلة في التركيز ترى ممكن توصل إلى 8 أسباب عندنا في الطب النفسي. مثلا القلق والتوتر ممكن يؤدي إلى أن التركيز يصير أقل، لأن الواحد باله مشغول كثير بموضوع معين فما يقدر يركز بأشياء أخرى. يعني زي واحد مثلا عنده اختبار وانا قاعد اساله عن اشياء ثانيه، طبيعي جدا انه ما يركز معي كويس، باله مشغول في المهم، الشيء المهم اللي موجود عنده الان. النقطه الاخرى الاكتئاب ايضا ممكن يؤدي الى ان الشخص يكون تركيزه سيء، بمعنى يعني القدرات الذهنيه سبحان الله لما الواحد يصير عنده اكتئاب صراحه تقل وتضعف، تصير بطيئه، فالتركيز والتفكير يصير بطيء لدرجه ان الواحد ما يقدر يركز كويس. طبعا في اسباب اخرى مثلا عضويه، مثلا كسل الغدة الدرقية، مشاكل اللي موجودة مثلا زي فقر الدم، اضطرابات النوم لفترة طويلة ممكن تؤثر على التركيز. هذه كلها أشياء فعلا ممكن تؤثر على التركيز. لكن كيف الواحد يعرف الخط يعني الأحمر اللي عندنا اللي نعرف أن الشخص تجاوز؟ أنه الإنسان يتغير بشكل واضح جدا. بمعنى أنا طفلي كان يعني ما عنده مشكلة واضحة مثلا بأول ابتدائي أو في التمهيدي، بس لما جاء الثالث ابتدائي أو رابع ابتدائي فعلا صار الموضوع واضح. أو مثلا يعني بعدين مثلا في المتوسط، لأنه ممكن فعلا أن الاضطراب يكون يعني بسيطة الأعراض، لكن لما يروح لمرحلة معينة أو عمر معين تصير متوسطة أو شديدة، فيظهر وتوضح المعاناة لدى الشخص. الاضطراب للأسف صراحة يعني منتشر، يعني ما هو يعني في السابق كنا نعتقد أنه لا والله قليل وما هو موجود، حتى خاصة لدى البالغين، لكن الإحصائيات يعني الأخيرة يعني صراحة كانت صادمة بالنسبة لنا.